وللمزيد من التفاصيل معي عبر الهاتف سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى الخليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة. أهلا ومرحبا بك سعادة الشيخة في نشرة أخبار الثالثة، ونسأل بداية عن أهمية إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع معهد الإدارة العامة. مساكم الله بالخير ونشكركم على الاستضافة. بالنسبة عن البرنامج التدريبي اللي قدمناه في معهد الإدارة العامة، طبعا هذا يرمي لتأهيل وإعداد المشارك من خلال مجموعة من الوحدات التدريبية التفاعلية اللي تسهم في تعزيز دوره تجاه القيم الوطنية والهوية البحرينية، وفي نفس الوقت تكسب المهارات التعامل مع الآخرين في المهام الرسمية. طبعا قمنا بمراعاة العلاقات الدولية بين مملكة البحرين والجهة المستضيفة، فقام المعهد بتصميم وتنفيذ هذه البرنامج إيمانا منه بدور الشباب البحريني كونه مرتكز أساسي في الخطط التنموية. ولأن الاستثمار في الشباب وتمكينهم أحد أهداف المحورية طبعا دي ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية. نعم سعادة الشيخ، لو تحدثينا عن أول دفعة من هذا البرنامج والتي استهدفت إعداد منتسبي البرنامج التدريب العملي العالمي المقدم من تمكين للعمل في اليابان. الدفعة الأولى من البرنامج استهدفت 4 مشاركين في البرنامج التدريبي العملي العالمي وفي مختلف القطاعات، ولكن اللي شاركوا معنا اليوم في قطاع التكنولوجيا وقطاع الصحة. وقمنا احنا في المعهد بالتعاون مع سفارة البحرين في طوكيو والسفارة اليابانية لدى البحرين بتقديم وحدات، منها وحدة العلاقات الدولية اللي تهدف إلى تزويد المشاركين بإطار العلاقات الدولية بين البحرين واليابان. وقمنا أيضا بتحقيق الصورة العالمية لمملكة البحرين، أعطيناهم وحدة في تاريخ وثقافة مملكة البحرين متصلة بالمعارف الأساسية في مجال القيم الوطنية وتعزيز أيضا الانتماء الوطني. نعم شكرا لك سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى الخليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة.